حضرتك، هل في الفترة الحالية نقدر نقول إن مصر مستهدفة من دول خارجية؟ طبعا بالتأكيد مستهدفة من كثير من الدول الخارجية، وللأسف بعض هذه الدول العربية، بعض الدول العربية مستهدفة تقويض الدولة المصرية. طيب ممكن نعرف مثلا إيه الدول دي؟ على رأسهم للأسف تركيا وقطر وبعض الدول الأوروبية زي إنجلترا اللي وراء كثير من الأحداث. الموقف الأمريكي حتى هذه اللحظة مش واضح، إنما في تخبط وفي يعني زيارة الرئيس لأمريكا كان بتؤكد أو بتنبئ عن علاقات جديدة بينه وبين أمريكا، إنما للأسف الشديد موقف الكونجرس الأخير اللي هجموا فيه مصر بعنف وهددوا بإلغاء المعونة الأمريكية لمصر يخلينا نقول إنه حتى هذه اللحظة ما نعرفش الموقف الأمريكي هيكون إيه بالنسبة لمصر.